السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين، شخباركم؟ كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في خير دائما، يوم علينا الخير علينا وعليكم يا رب. النهاردة يا حبيبي يا طيبين يا غاليين جبنا لكم ماسك جميل جدا، حتى بو معايا ماسك متواجد في أي بيت. ما تنسوش يا حبيبي الطيبين اللايك واشتراك وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. حنرجع تاني ان شاء الله باذن الله، حنجيب لكم ماسكات حاجات حلوه بالمغربي، وحنتكلم مثلا اللهجه المغربيه واللهجه المصريه، حنقعد نعمل تنويع عشان حبايبنا في المغرب وحبايبنا في مصر. طبعا المصريه مفهومه للكل، يعني الكل بيفهمها، حبايبنا في السعوديه وفي مصر وفي العراق وفي كل مكان، زي ما يقولوا تحية للعراق تحية لمصر المغرب كل الدول العربية. طبعا نجيب لكم حاجة زينة زي ما يقولوا العراقيين، حاجة زينة مرة. خليكم معنا، ما تنسوش اللايك، خليكم معنا دحين حنروح نشوفوا الحاجات اللي حنجهز بها الماسك بإذن الله. ماسك ما وصيكمش حاجة روعة، بحاجات بسيطة يعني حنوريكم، خليكم معنا يا حبيبي يا طيبين. رجعنا لكم بحاجات بسيطة، طبعا لسه مرسلت دول، انا بطحن الحاجات هذه الاعشاب دي بطحنها وبحطها في قوارير كده قزاز زي ما انتم شايفين يا طيبين، وبجهز بها الماسكات. وقت ما اكون عايزة اعمل ماسك واكون يعني انا مستعجلة زي كده بلاقي كل حاجة مطحونة، طبعا مكتوب عليها دي مثلا راح نوريكم هنا يا حبيبي طيبين. هذه الخزامة زي ما بيقول لها محلاها الخزامة، يا داني ودنا بموت فيها أنا. الخزامة جميلة جدا جدا، فوائدها حلوة كمان. هذه الخزامة بس هذه مش مطحونة، طبعا انتم شايفينها مش مطحونة، اللافندر يعني معروفة غنية عن التعريف، هذه يعني لها فوائد للبشرة بتصفي وجميلة جدا يا حبيبي يا طيبين. هي دي، وحنشيل يا حبيبي دي نحطها هنا، حنجل الباشا اللي هو ايه البابونج، بابونج فظيع 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 للتصفية وتنقية الوجه. يا سلام يا سلام يا سلام، زي ما قال أستاذ الشربيني يا تكات ويا حركات وحاجة ولا أروع. البابونج رخيص بسيط وجميل جدا. هنا يعتبر الماسك ده على ثلاث حاجات فقط، هذا البابونج انا طبعا بجيبه وبنقيه بشيل منه لو حاجه كي. يا حبيبي غاليين هذه مكتوب عليها هنا البابونج، هنا شفتي شفتي حبيبي طيبين، هنا البابونج وهنا الخزامه مطحونين والقوارير قزاز، احسن تكون قزاز قفلت عليهم كويس. حتشوفوا بالوقت يا حبيبي طيبين، حعمل المعلقه صغيره هنا حتشوفوا كيف، خليكم معايا. رجعنا لكم يا طيبين يا حنينين، هادو يا حبيبي معلقة صغيرة، نسيت أقدم لكم هذه يا حبيبي الطيبين، هذه زبادي، زبادي طبعا غني على التعريف معروفة، هذه معلقة بابونج كده هو. نرجع نقفل ديال، حنجيب مش هكتر من الخزام شوية يعني كده هو. معلقة صغيرة خزامة يا حبيبي طيبين، وي ريحتها ما اقول لكم شو ريحتها، تجنن ريحتها حلوة جدا يا حبيبي طيبين. حنعمل ايه، نخلط كده كده هو زبادي والبابونج والخزامة، يعني بسيط جدا زي ما انتم شايفين يا طيبين يا حنينين كده هو. يتكاتوا حركاته، تحية الأستاذ الكبير أستاذ الشربيني، طبعا عندنا الفرشة زي ديت نعمل كده هو. طبعا نخلطها كويس كويس كويس، نخلطها يا سلام يا سلام. الماسك كده بيجي يعني مش تحطيه في وشك يقعد يعني ينزل على ملابسك، لا بيكون عاقد كده شوية حبتين، بصي تخلطيه كويس كده كويس، تخلطيه كده هو. ريحة الخزامة بموت فيها، بقول محلها يا دني ودانا محلها الخزامة، الخزامة أموت فيها أنا.
شفتوا يا حبايبي يا طيبين؟ خلاص ما دام خلطتها كده اهو. اللهم صل على الحبيب المصطفى. هذه دية يا طيبين يا حلوين كده اهو. بص بص كده اهو كده اهو في وشنا. حتى لو عملتها تحت العين يعني حتى ديك السواد تحت العين ما في، باي باي سواد تحت العين. هوب وريكم ايديا كده اهو كده وانتم ماشيين، انا ماشي ليالي كده اهو. بص بص كده كده اهو. حتى ايديك ما تنسيش الرقبة كمان، الرقبة يعني مش هقول لك يعني 10 دقائق، 5 دقائق كافياك. هوب ماسك حلو. ما تغسليش بالصابون، غسلي بمية عادية او دافية. بس اول شي اعملي الماسك ده وانتي منظفة وشك، نظفيه كويس 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 يا حبيبتي يا طيبة كده اهو. حتى الكنف بيخففوا، ما بيشيلوش بس بيخفف. احنا هنقول لكم الحقيقة، مش هنقول لكم بيشيل الكنف، بس ايه بيخفف مرة بشرتك تعطي لمعان. طبعا ما ننساش الاظافر كده اهو كده اهو. هتخليه يا حبيبي تقلبي 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة بالكتير. تروحي غسلة ايديكي، غسلة ايديكي ووشك طبعا ورقبتك حبيبة قلبي. والريحة يا سلام سلم، متتكلمش، الريحة جميلة جدا، ريحة اللافندر طبعا اللي هي الخزامة، يا سلام على الريحة تجنن. هوريكم يدي بعد ما اغسلها، خليكم معانا يا حبايبي يا طيبين. رجعنا لكم مرة تانية وما شاء الله تبارك الله. شوفوا ايدي كيف تبارك الرحمن، ما شاء الله اهو يعني بيبان الفرق، يعني الايد ما شاء الله بتصفيها 100% 100% ولا فرخة جمعية. قولها لك يا ست يا طيبة انتي، خلي بالك من نفسك، خلي بالك. قولها لك بالصعيد، بحب اللهجة الصعيدي قوي. اقول لك عاد خدي بالك من نفسك، خليكي كده هو بتعملي ماسكات. واختك حليمة تابعين في القناة، وانت حتلحق لك اي حاجة حلوة يعني حتشوفيها. تابعي اختك حليمة اي حاجة حلوة على القناة، اعمليها من غير تردد. خدي بالك دي دائما خليكي في عيون زوجك حلوة وجميلة كده، بتقول برضه حلوة وجميلة عشان ما يروح يتزوج عليك. خلي بالك من نفسك، اعملي ماسكات. وكمان اوصيكي يا اختي الطيبة بالخيار، خيار جميل. احنا قاعدين في البيت بنعمل غدا اطفالنا، نعمل كل حاجة، ليه بنغدي بطننا؟ ليه ما نغديش بشرتنا؟ وليه ما ناخدش بالنا من شعرنا، من بشرتنا، من عيوننا؟ خصوصا العين لما تكون من هنا منفوخة، اعملي الشاي، هذه الساشي حق الشاي من احسن يكون احمر كده، وحطها هنا بيروح الانتفاخ طبعا والسواد. طبعا يجعل ايامكم وايامنا بيضة ان شاء الله يا حبيبي يا طيبين. وهنا المهم عايزة اضيف لكم برضو حاجة، الشغل ما بينتهيش زي ما بيقول واحد من عندنا في المغرب، زي ما بيقولوا جماعة عندنا في المغرب، بيقولك الشغل تجوزوا ويقولك بكرة عايزة تزوج، تزوجوا النهاردة وتخلصوا. احنا كنقولوا زوجيه واصبح عزري، يعني عزري صبح لك يعني عازب من غير زواج. الشغل كده يعني، كل يوم تزوجيه، كل يوم تزبطيه، بكرة يقولك انا عايزة اتزوج زوجيني. هو ده الشغل ما بينتهيش. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من شعرك، من حياتك. عارفة اما تحطيها وبشرتك تكون صافية وجميلة وناعمة، تحس نفسك طايرة، طايرة في الهواء يا هواء. اقول لكم اعملوا لايك وشير، يوصلكم كل جديد. واقول لكم نهاية الفيديو، اعملوا لايك واشترك تاني معليش. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.